السلام عليكم. هذه الطريق ديال نزالد بني عمار، الطريق ديال بني عمار تتدي لولاد يوسف، تتدي لبني منصور. دابا السوق ديال مولاي إدريس بقى مورانا. غادي نرجعو باش نقبطو نمشيو لمولاي إدريس، ندخلو للمركز ديال مولاي إدريس. ندوزو في وسط السوق دابا، هادي 11:18، حرارة 22 درجة. هو هدا السوق، مبغيتش نخلع هاد المرا الساعة، والو ما سمعتنيش. تيشارجيو الناس، طاحت الرعدة مع 5 الصباح. ايوا الناس صبحات حد كتشري في ميكا. هذا داير الزحام غير هذا دابا اللي قدامنا بوحدو داير الزحام. ما عندكش الناس عادي راني كورا نتاع كلاكسوني عليه باش يهضر معاه البوليسي. ها هو هذا راه معرقل الطريق. عندك الحاج 4 الغيس وتيجي عندي يعني. السميدة بمية. الثمر ديال 400 تيبيع هو ب 260. الغيص مع الجنف
جابوا هذه باش تسرح الواد واخيلا لحقاش الما طلع حتى لهنايا دونك جابوها سرحات هادشي الما تجمع هنا الما ديال الرعده اللي ضربات مع الخمسة الصباح ضربات خصوصا هنا في مولاي ادريس الزرهون والنور شويه هنا جهه بني مرعاز مع كرمت لقيت الناس من ولاد منصور داكشي ما موصلاتهمش اي سيدي حسين قالك شي شويه